أنا أسميها المقذوفات الحقيقة، الإيرانية أو الصواريخ المزعومة. طيب، لدينا تحركات غامضة مستمرة اليوم في منطقة الشرق الأوسط، في العراق وفي سوريا، لا زالت تثير الكثير من اللغط. لدينا مشروع في الكونغرس الأمريكي كما تحدثنا من دون بيكن الجمهوري، يريد من خلاله يعني نشر منظومات دفاعية في إقليم كردستان وحماية المنطقة بأكملها. هل تعتقد بأن هذا الضغط الإيراني على هذه الأطراف الإيرانية المعارضة التي نتحدث عنها اليوم يفتح فرصة أخرى للولايات المتحدة الأمريكية لفرض المزيد من السطوة والقوة والهيمنة في المنطقة، وأن تقول أنا موجودة مع حلفائي ومع حلفائنا وبقوة كبيرة؟ ألا ترى أن الولايات المتحدة أمام فرصة أكبر هنا؟ نعم، الآن الأمريكان حقيقة، شوف أنا رحت لك مفهوم بالواقع السياسي في المنطقة، قلت الجميع قبل فترة، قبل يعني أكثر من سنتين أو ثلاثة، كان يريد إملاء الشروط، ومنهم بالذات النظام الإيراني وحتى النظام السوري. الآن تبدلت، لاحظ الآن الكل يسعى لتقليل الخسائر، منهم النظام الإيراني. الوحيد الذي يستطيع إدارة هذه اللعبة ويمسك خيوط اللعبة هو الأمريكان فقط، الولايات المتحدة الأمريكية. لاحظ جاءت بالأطراف العربية والعشائر العربية، وإحنا تحدثنا قبل أكثر من شهر ونص عن هذا الموضوع، قبل أن حتى يتلقف الإعلام العراقي وغيره، قلنا أن الولايات المتحدة الأمريكية ذاهبة بتقوية العشائر العربية في دير الزور، وبالتالي هذا يمكنها من مسك أهم خيوط اللعبة في سوريا، وبالتالي هذا ينتقل إلى العراق شيئا فشيئا. ومعروف طبيعة العلاقة ما بين حكومة إقليم كردستان تحديدا البارتي مع الولايات المتحدة الأمريكية، هناك التزام وثيق من الولايات المتحدة الأمريكية أنه ما تخضع هذه التجربة إلى الترهيب والضغط السياسي اللي في إيران وغير إيران وبعض الأطراف في الحكومة العراقية من الإطار تريد أن تمارس هذا الدور. هاي مو اتهامات، هذا تقييم واقعي. ما سوف يحصل الحقيقة أنه الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا هذا القرار تحدث به جنابك، هو بمثابة يعني مو ريزوليوشن، ولكن راح يكون بمثابة طلب يعني يقدمه المجموعة من الجمهوريين إلى البنتاغون، إلى إدارة الرئيس بايدن. ومعروف أنه الرئيس بايدن الآن يتعرض إلى ضغوط كبيرة في الكونغرس. هناك مشروع مطروح سوف يبدأ يوم غدا بنقاشه، قد يحصل على التصويت، أقصد اللي هو الانكواير، اللي هو موضوع الامبيتشمنت، يعني موضوع إزاحة الرئيس بقضايا تتعلق بملفات فساد لابنه، تعرف هذه القصة جنابك. نعم. وهذه طبعا حتى في الداخل الأمريكي تستخدم كأوراق ضغط لتحقيق أهداف محددة، وهذا الموضوع سوف يكون متزامنا مع مشروع القرار اللي تحدث عنه جنابك اللي قدمه السيناتور الجمهوري. نعم، وسوف تحصل هذه المجموعة، هذا اللوبي المتشكل داخل الكونغرس سوف يحصل أعتقد على ضمانات بأنه الولايات المتحدة الأمريكية إن لم ترسل الحقيقة منظومات الباتريوت، ولكن سوف ترسل منظومات دفاع تمكن الإقليم أو المؤسسات الأخرى اللي منها القنصلية الأمريكية، منها قاعة الحرير، من أن تكون بعيدة عن مرمى هذه المقذوفات. أنا أسميها المقذوفات الحقيقة، الإيرانية أو الصواريخ المزعومة. طيب، ولكن بنفس الوقت قد تصل المسألة إلى أن يكون هناك غطاء جوي، ومعروف قدرة الأمريكان في مسألة الغطاء الجوي لحماية الإقليم من هذا التهديد، أو إذا فيما أراد إيران أن تنفذ يوم 19، لأن هي قالت هذا الأمر قطع، تعرف جنابك. لكن إذا تسألني لماذا الإيران وضع هذا التاريخ والحكومة العراقية وافقت، لأنه ما عندها قدرة الحكومة العراقية ترفض الطلب الإيراني، لأنه الإيرانيين يعرفوا أنه ذكرى مهسا أميني هي في اليومين القادمة، وبالتالي هذا الأمر قد يتصاعد داخليا في إيران، فهي تريد أن تخرج هذه الشحنة من إيران إلى خارجها عن طريق الادعاء بأنه هذه الأحزاب الكردية المعارضة هي من يدعم التظاهرات، وهذا غير صحيح.